عنده محل يبيع المخضر، هاي هسه في وقتنا محل يبيع مخضر. تجي عليا مره تسال، قبلها دخل رجل للمحل قال له بيش كيلو التفاح؟ قال له 2000. قال له بيش كيلو الموز؟ قال له 2000. قال له عوزي لي هالقد؟ طبت مره. قالت له لابو المحل، قالت له بيش كيلو التفاح؟ قال له ب 500 دينار. هو صاحبه بيش قال للاول للمشتري الاول؟ قال له 2000. قالت له بيش كيلو الموز؟ قال له الموز بربع دينار. قالت له الحمد لله، اعطيني كيلو منه وكيلو منه. عدل هذاك اول واحد هو يستشعط غضب، هذا شنو جاي ينصب علي، جاي يضحك علي، جاي يتجاهلني، جاي يهمشني، جاي ياخذ فلوسي، شنو ب 2000 الي، شنو ب 500 وبربع لهاي المره؟ قال له عم انت ما تخاف الله؟ صاحبنا شويه أشر له، قال له اعطينا مجال اسكت. سكته طاه، طلعت المرطه 750 دينار وطلعت. من طلعت هذا صاحبنا بعد غاضب، اقول لك انت شنو تقول؟ قال له عم اعطينا مجال، هاي المره انا اعرفها، هاي المره فقيره وعدها اربعه اولاد واربعتهم ايتام، ابوهم استشهد بالحشد. شوفوا من هوان الدنيا على الله، هل جزاء الإحسان إلا خوش أحسننا لهاي الدماء؟ ماكو هاي الدماء اللي ماتوا كي نحيا، هاي الدماء هواية إحنا بريناهم، هواية جازيناهم، جازيناهم، جبنا قتلتهم، جبنا اللي شربوا دمهم، جبنا اللي صاروا سبب بقتلهم، راح نقعدهم ونعطيهم وزارات ونحترمهم وندخلهم للبرلمان، هواية جازيناهم، هواية برينا بيهم بسبب انبطاح بعض الساسة الخون اللي عندنا، هواي بريناهم الدولة. هذا جزء المعروف. تالي أم الأيتام تتلطلط، حصل عليها تفاحة لابنها، قال لعمي هاي أعرف زوجها شهيد بالحشد، وهاي المرأة عندها عزة نفس وكبرياء ما تقبل تطلب، إذا إجت لهنا وقلت لها الكيلو 2000 أنا متأكد ما عدها تشتري، أنا أريد أن أساعدها، أمنا عليها بعطف الله سبحانه وتعالى، يكتبني الله من المساعدين للمساكين، بس أحفظ كرامتها وما يوجهها. الكيلو أنا ما كذبت عليك فعلا ب2000، بس هاي المرة قلت لها ربع حتى تقدر تشتري، لأن هي ما تقبل تأخذ مساعدة. وقلت لك يحسبهم الجاهل شنو؟ أغنياء من التعفف. هذولا المفروض الآن نفتش عليهم، ويا مكثرهم هذولا يصيرون سبب من أسباب هبوط الرحمة بعد، والجفاء عنهم يصيرون محط عقاب الله، لأنه يقول النبي صلى الله عليه وآله ما من محلة أو أي ما محلة جاع فيها جائع واحد إلا وصب الله غضبه عليها وعلى من فيها.